بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب MBA مادة التسويق، اسمحوا لي أن أنا أبدأ معاكم فصل الرابع الخاص بالسلوك الشرائي للمستهلك. تعالوا نشوف مع بعض إيه أهم النقط اللي هنتكلم فيها في هذا الفصل. أول نقطة معانا هنتكلم فيها هي عن تعريف سلوك المستهلك. وسلوك المستهلك زي أي سلوك في الدنيا، هو إيه هي الحاجات الأنشطة اللي بيبذلها الأفراد عشان يوصلوا في النهاية يشتروا مجموعة سلع والخدمات والأفكار المختلفة. طبعاً إحنا بنبص من نظرة تسويقية، وبالتالي هي بتشمل الأنشطة اللي تسبق عملية اتخاذ قرار الشراء وأثناء عملية الشراء وبعض الأحيان ما بعد الشراء. لكن في النهاية إيه السلوك اللي بيسلكه المستهلك عشان يقدر يحقق عملية الشراء طبقا لرغباته واحتياجاته؟ طبعا السلوك الشرائي ده عبارة عن دلة تفاعل لمجموعتين من العوامل على قراراتنا الشرائية. في مجموعة من العوامل بنسميها العوامل أو المؤثرات الخارجية، وكلمة الخارجية هنا بنعني بيها اللي هي خارج الإنسان، يعني مش من جوانا، خارج بتأثر بحاجات خارجية عليا زي الثقافة في المكان اللي أنا عايش فيه، الطبقة الاجتماعية اللي أنا بنتمي إليها، الجماعات المختلفة اللي أنا بنتمي إليها، قادة الرأي أو الناس اللي أنا بتأثر بيهم، الأسرة طبعا وتأثير الأسرة عليا، كل دول عوامل خارجية، يعني هم بيأثروا عليا لحد ما أنا مقرر أشتري أو ما أشتريش إيه. أما العوامل الداخلية، المجموعة العوامل الأخرى اللي هي الداخلية اللي هي من جوايا أنا بقى، إيه الدوافع والحاجات بتاعتي، إيه اللي بتخليني أشتري أو أتعامل بشكل معين، الإدراك بتاعي، التعلم بتاعي، اتجاهاتي، شخصيتي، كل دي مجموعة عوامل داخلية يعني من جوايا بتأثر برضو على إن أنا بسلك سلوك شرائي معين. الاتنين مع بعض اللي هي دالة العوامل دي مع العوامل دي هي اللي بتحدد سلوكي الشرائي. ونبدأ ناخدها كده واحدة واحدة. طبعا خطوات عملية الشراء دي هناخدها مع بعض في الآخر، بس طبعا يمكن ندي برضو نبذ عنها. هنقول إن اتخاذ القرار الشرائي بيبدأ الأول بالشعور بالحاجة، وبعد كده يبدأ بعملية البحث عن المعلومات، وببدأ أشوف إيه البدائل المتاحة قدامي اللي أنا أقدر أختار من بينها، وبعد كده باخد قرار الشراء. ومش لحد النقطة دي بس بينتهي عملية الشراء، ولكن شعور ما بعد الشراء ممكن يأثر عليا في استمرارية الشراء أو إني أرفض أشتري المنتج ده أو الخدمة دي مرة أخرى. خارجية اللي ممكن تأثر في سلوك الشرائي للمستهلك. مجموعة العوامل الخارجية زي ما قلنا يعني العوامل اللي من خارج الإنسان، زي مثلا الثقافة. والثقافة احنا عايشين كلنا زي ما قلنا في بيئة ثقافية معينة، يعني مجموعة خصائص وعادات وتقاليد أثرت علينا، والثقافة هي حاجة بنكتسبها وبالتالي بنتعود عليها، وبالتالي الثقافة زي ما قلنا هي النسيج المتكامل من الخصائص المميزة للسلوك المكتسب اللي بيشترك فيها أفراد مجتمع معين في وقت معين. طبعا برضو ممكن نقول الثقافة هي مجموعة القيم والعادات والسلوكيات السائدة في مجتمع معين. طيب هل احنا بناء على كده بنشتري حاجات معينة؟ كتير جدا من الحاجات اللي احنا بنشتريها طبقا لاحتياجات. طبعا في نوعين من القيم والمعتقدات. القيم والمعتقدات عادة بنقسمهم الى قيم ومعتقدات جوهرية، يعني ثابتة ما بتتغيرش، ودي بتنتقل من جيل لجيل، وعادة بترتبط بالعوامل الثابتة اللي هي مثلا مرتبطة بالقيم الدينية، ممكن تكون مرتبطة بالعادات وتقاليد راسخة جدا عندنا ما بتتغيرش، دي كلها بنسميها قيم جوهرية. أما القيم والمعتقدات الثانوية اللي هي أقل ثباتا، دي بتكون عرضة للتغيير والتعديل عبر الزمن. طبعا لو هي قيم ثقافية برضو بتاخد لها فترة من الزمن، لكن ممكن تتغير بعد فترة، زي مثلا طريقة اللبس. أكيد اللبس بتاعنا النهاردة غير اللبس من الستينات مثلا. برضو طريقة مثلا الأكل أكيد اتغيرت دلوقتي بالنسبة لنا عن فترة الستينات والسبعينات وهكذا. ففي قيم ومعتقدات قابلة للتغيير، ممكن تقعد معانا فترة بس مش طويلة، ولكن تبدأ تتغير بعد فترة، عشان كده بنسميها قيم ومعتقدات ثانوية. طبعا
الأماكن اللي أنا بتولد فيها ممكن القيم الثقافية بتاعتها تختلف حسب المكان، يعني أكيد القيم الثقافية لأهل الريف غير أهل الحضر، يعني طريقة لبسهم مثلا أهل الريف غير أهل الحضر، طريقة الأكل بتاعهم المفضل ممكن يبقى مختلف، وبالتالي ممكن يبقى بناء على المكان. ممكن برضو الشمال والجنوب، في دول تلاقي ان الناس اللي عايشين في الشمال مختلفين تماما عن اللي عايشين في الجنوب، او الدول اللي عندنا مثلا احنا ممكن اهل الاماكن البحرية شوية او الدلتا بيبقوا مختلفين شوية عن اهل الصعيد وجنوب مصر. لكن يعني طبعا مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة قربت القيم الثقافية من بعضها الى حد كبير، وما بقاش في اختلاف جذري قوي طبقا الاتصال. ممكن كمان نقول ان القيم السائدة في مجتمع ما تؤثر اكيد في طبيعة الشراء والاستهلاك في هذا المجتمع، وفي طبيعة المنتجات اللي هو بيشتريها. يعني مثلا في مجتمعات عنصر الوقت بالنسبة لهم بيبقى عنصر حاسم جدا، وبالتالي عندهم بيبقى رغبة في الحصول على السلع بسرعة وبخدمة أسرع، وده بيدي فرص تسويقية كتير. يعني كتير من السلع اللي دلوقتي بتتباع قامت على استحداث السرعة، زي مثلا الدليفري. الدليفري كان ساعات كتير قوي من الشركات المقدمة لمنتجات معينة زي البيتزا وبعض المأكولات السريعة، كانت من ضمن العوامل اللي بتقدمها للمستهلكين إن إمكانية وصول الخدمة والسلعة في حوالي من 40 دقيقة ل 45 دقيقة. وده لحد دلوقتي في كتير من المنتجات بتعمل كده، وكتير من الشركات بتقدم ده، وده بيدي فرصة تسويقية للسلع. العنصر التاني من عناصر البيئة الثقافية بتاعتنا، أو الجزء خاص بالبيئة الثقافية برضو، اللي هي الطبقات الاجتماعية. والطبقات الاجتماعية عادة أي مجتمع في الدنيا بيتقسم إلى مجموعة مختلفة من الطبقات الاجتماعية، اللي هي عادة بتبقى متقاربة في طريقة معيشتها وأفكارها واتجاهاتها وطريقة الشراء بتاعها. عادة الطبقة الاجتماعية بيتم تقسيمها طبقا لعنصرين أساسيين، هو الدخل والتعليم. طبعا أعلى طبقة اجتماعية هي الأعلى دخلا وأعلى تعليما في نفس الوقت، وأقل طبقة اجتماعية في المجتمع هي الأقل دخلا والأقل تعليما في نفس الوقت. وبناء على عنصري الدخل والتعليم هنلاقي ان احنا ممكن نقسم الطبقات الاجتماعية الى طبقات عليا، وثم طبقات متوسطة، ثم طبقات اقل، ثم طبقات دنيا. وطبعا ده بيأثر على طريقة الشراء. والناس بتوع التسويق لما عملوا أبحاث على موضوع الطبقة الاجتماعية اكتشفوا أن دايما الطبقات الاجتماعية بتميل، المتشابهة أو اللي تنتمي لنفس الطبقة بيميلوا لشراء نفس السلع بنفس الطريقة ونفس الخدمات اللي هم بيحتاجوها. وبالتالي تلاقي ممكن أعمل شريحة حسب الطبقة الاجتماعية بتاعتها وأوجه لها سلع معينة. زي ما بنقول كتير قوي من الطبقات الاجتماعية هتتقسم حسب الدخل وحسب التعليم. في بعض الأحيان ممكن أقسم برضو الطبقة الاجتماعية حسب المهنة، لأن يعني كتير من المهن تدل على الطبقة الاجتماعية. يعني أكيد مثلا الأطباء معروف أنهم ينتموا مثلا لفئة تعليمية عالية، بالإضافة لو هم ليهم دخل كويس يبقى هنا بينتموا لفئات طبقات اجتماعية عالية. لكن في بعض المهن ممكن تنتمي لفئات طبقات اجتماعية متوسطة أو أقل، زي بعض المهن اليدوية أو بعض الحرف، دي ممكن تبقى طبقة اجتماعية أقل. كمان في بعض الأحيان ممكن أقسم الطبقة الاجتماعية حسب المنطقة السكنية. كتير قوي لما بتلاقي المناطق السكنية يقول لك دي منطقة سكنية مرتفعة الدخل أو مستوى اجتماعي مرتفع، ممكن منطقة سكنية متوسطة، ممكن منطقة سكنية تبقى نقول دي منطقة شعبية أو منطقة أقل في مستوى الناس اللي ساكنة فيها. فممكن الحاجات دي كلها تحدد لي الطبقة الاجتماعية اللي بينتمي إليها المجموعات، سواء طبقا للدخل، للتعليم، للمهنة، للمنطقة السكنية. وبالتالي لاحظوا كتير من الناس اللي عملت دراسات ان الافراد اللي بينتموا لنفس الطبقة الاجتماعية بيميلوا الى استهلاك نفس السلع والخدمات والتسوق في نفس الاماكن. كتير جدا من الدراسات اتعملت على ده ولقوا ان ده اكيد. وبالتالي الطبقة الاجتماعية قد تكون مؤشر لمجموعة السلع اللي الناس بتستهلكها والخدمات اللي بتحتاجها، اماكن التسوق بتاعتها، وبالتالي نقدر نوجه الحاجة طبقا للطبقة الاجتماعية اللي بينتمي ليها الناس اللي احنا بنستهدفه.
العنصر التاني برضو من العناصر الخارجية المؤثرة على طريقة سلوك المستهلك بتاعنا، وهي الجماعات المرجعية. وكلمة الجماعات المرجعية معناها الجماعات اللي الفرد بيعتبرها نموذج وبينتمي إليها وعنده أو يتبنى ليها قيم ومعايير الجماعة اللي هو بيمشي على سلوكها. وبالتالي هتلاقي دايما الأفراد بيحاولوا يحاكوا سلوك المجموعة اللي بينتموا إليها. ممكن يبقى مثلا مجموعة العمل، ممكن تبقى مجموعة النادي اللي أنا مشترك فيه، المجموعات المرتبطة مثلا بيها نقابيا، النقابات المهنية، كل مجموعات من دول ممكن الإنسان ينتمي إليهم بطريقة أو بأخرى، وفي النهاية هي بتحدد سلوكه الشرائي طبقا للمجموعة اللي هو بيحس إن هو بينتمي. الناس قسموا الجماعات بس بأكتر الحاجات التقسيمات اللي قسموها على أساسها، قال لك ممكن نقسم الجماعات إلى 3 أنواع من الجماعات المرجعية: جماعات العضوية، يعني أنا بنتمي إليها كعضو منها زي الأصدقاء والأسرة، طبعا الأسرة دي أكتر الجماعات وإحنا هنقولها كمتغير لوحدها، لكن هي أكتر حاجة بنتمي إليها أكيد أسرتي، سواء العيلة بتاعت أبويا أو أمي، دي أكيد بنتمي إليهم بشكل إن أنا عضو في هذه الأسرة. وبرده مجموعة الأصدقاء. في كمان جماعات الطموح، الناس اللي أنا بتمنى إن أنا أبقى زيهم، زي المشاهير، الرياضيين، بعض الفئات كده اللي ليها بالنسبة لي تأثير كويس، وده طبعا حتى ساعات بيستخدم في الإعلانات إن أنا ممكن أثر على طريقتك الشرائية، إن أنا أقول لك إن اللاعب ده بيشتري أو بيستخدم السلعة دي أو بيتعامل مع سلعة معينة، أو هذا الشخص اللي هو بالنسبة لي أنا شخص أتمنى أبقى زيه، فيقول لك ده بيشتري كده أو اشترى في المكان الفلاني، فبالتالي ناس كتيرة بتقلد الناس المشاهير والرياضيين. أما جماعات النفوذ، عادة الفرد لا يرغب في الانتماء إليها، اللي هي الجماعات اللي بتملك سلطة أو بتملك بعض المواقف، لكن هي برضو في بعض الأحيان بتبقى جماعات مؤثرة على تقليدها أو استخدام نفس السلع اللي بتستخدمها. وطبعا أكيد هي أكثر تأثيرا يمكن على الأصغر سنا، على الفئات اللي سنها أقل شوية، اللي هي ما بيبقاش فيه القرار بتاعها بيبقى عاطفي شوية أو بيبقى مبني على الاحتياجات الخاصة بالسن الصغير. برضو من الحاجات المهمة اللي احنا ممكن نقول إنها من الحاجات المؤثرة على سلوكنا الشرائي قادة الرأي. وقادة الرأي معناها هم مجموعة من الناس قادرين على التأثير على الآخرين، يعني قائد الرأي ده شخص قد يلجأ إليه المستهلك إما إنه ينصحه أو يرشده بخصوص سلع أو خدمة معينة. وعادة قادة الرأي دول بيبقوا ناس ذوي خبرة أو ناس ذوي ثقة. ذوي خبرة يعني مثلا ممكن أسأل طبيب على استخدام دواء معين، أو على استخدام معجون أسنان، أو على استخدام حاجة طبية معينة. ممكن ألجأ لرجل دين على استخدامات حاجات محددة، إن أنا أقول لو أنا عملت الحاجة دي أو عملتها ده حلال ولا حرام وهكذا. يعني ممكن قادة الرأي هنا يأما يبقوا أصحاب خبرة، أو ممكن قادة الرأي هنا يبقوا ناس من اللي بينصحوا واللي إحنا بنثق فيهم، يعني ممكن يبقى واحد زميل في العمل أو واحد أعرفه مثلا في مكان معين وممكن أحب ألجأ لنصيحته لأني بثق فيه وبثق في رأيه، وبالتالي ممكن نطلب منه. وبالتالي ليس شرطا أن القائد في الرأي يبقوا شغالين في مجال معين، مش لازم يكون دكتور، مش لازم يكون معلم، مش لازم يكون مثلا رجل دين، لكن ممكن يكون شخص أنا بثق فيه، شخص بيهتم بيا، عنده رأي واضح، بثق في ذكائه، بثق في قدراته، بثق في رأيه، وبالتالي دايما أسمع كلامه. وبالتالي قادة الرأي ممكن يبقى أي شخص لا عنده استعداد يقدم لي اهتمام ومعرفة بمجال معين أو بخدمة معينة. كمان ممكن المعلومات اللي بتوصل لي عن طريق قادة الرأي ممكن توصل لي على أكتر من خطوة، يعني ممكن نقل المعلومات من وسائل النشر إلى قادة الرأي اللي هم ناس ممكن أنا بثق فيهم أو بعتبرهم ناس ذو ثقة، يقوموا يعرفوا المعلومة من وسائل النشر المختلفة، ثم بعد كده المعلومات اللي وصلت لقادة الرأي دي هم قادرين إن هم يوصلوها للآخرين. يعني لو أنا عايز أنشر معلومة معينة أو أفكار معينة، ممكن الأول أبدأ أوصلها لقادة الرأي سواء كانوا ناس معروفين أو غير معروفين أو ذوي اختصاصات معينة، ثم بعد كده أخلي قادة الرأي دول هم يقدروا يوصلوها للآخرين.
الآخرين، وممكن طبعا المعلومات توصل على طول مباشرة من وسائل النشر إلى المستهلكين مباشرة لو برضو فيها ثقة وسائل النشر المنشور فيها، المعلومات دي موثوق فيها وأنا أقدر أطلع عليها على طول، فالمستهلك هنا ممكن برضو تأثر عليه بشكل مباشر. وبالتالي هنلاقي ان وسائل النشر اما انها تأثر على المستهلك بشكل مباشر، وده يمثله السهم اللي فوق اللي هو التأثير المباشر، وممكن وسيلة النشر تؤثر على المستهلك من خلال وجود قادة رأي او قائد للرأي، طبعا ممكن يبقى من خلال الاعلان نفسه، شخص مشهور، شخص معروف، او شخص ذو ثقة، وممكن يبقى مش من خلال الاعلان ولكن شخص عارف المعلومة ووصلها للاخرين. وممكن كمان استخدم اكتر من قائد رأي، يعني ممكن قائد رأي يوصل لقائد رأي اخر ويوصل في النهاية للمستهلك، يبقى انا هنا عندي اكتر من وسيلة لانتشار المعلومات الى المستهلكين، اما مباشرة اما عن طريق قائد رأي واحد او عن طريق اكتر من قائد للرأي، وده بيحصل زي السهم الاخير كده ما بيوصل المعلومات. طبعا ساعات كتير قوي شركات بتعتمد على المتخصصين كقادة للرأي لتوضيح مزايا المنتجات، زي ما قلنا احنا ادينا امثلة برضو عليها، لما بستخدم مثلا اطباء الاسنان لشرح مزايا معجون الاسنان او ليه المعجون ده مفضل عن الاخرين، ممكن استخدم مثلا اشخاص لشرح مزايا سلعة في بيع بعض السلع زي الاجهزة الطبية، بستخدم ناس متخصصة برضو فاهمين في الاجهزة الطبية عشان يشرح الكلام ده للدكاترة اللي هتشتري هذه الاجهزة، ممكن استخدم شخص يشرح لي مكان معين او كومباوند معين ساكن فيه، المميزات اللي فيه، وبالتالي هو بيقول لي ايه الحاجات اللي شايفها كمميزات، وانا لو شخص بثق فيه هعتبره برضو قائد رأي بيوضح لي مميزات السلعة اللي هي بتتباع. العنصر الخارجي الأخير معانا من عناصر الخارجية وهو الأسرة، وإحنا قلنا الأسرة طبعا من أكثر الجماعات المرتبطة تأثيرا على سلوك شرائي للأفراد، لأن دايما الناس بتقلد بعضها بالذات اللي على مستوى الأسرة الواحدة، أو بتحب دايما تنتمي لنفس الثقافة ونفس طريقة التربية ونفس الاتجاهات، وبالتالي الأسرة دايما بتبقى مؤثر مباشر على الأفراد عند الشيء. في نوعين عندنا من الأسرة، في الأسرة الصغيرة اللي هي عبارة عن الوالدين اللي احنا عايشين في وسط بيت مع بيت واحد، وعادة الفرد بيكتسب منها القيم والاتجاهات وطريقة التفكير والثقافة العامة، واللي بيخليه يشتري أو يتوجه بشكل معين نحو سلع معين. وفي أسرة أخرى الإنسان بيكونها بعد الزواج والإنجاب، يعني هو ساعتها اللي بيبقى رب الأسرة، الأولاد اللي بيتجوزوا ويجوز بنت لسه ممكن ما يعرفهاش ويخلفوا أولاد، هنا الأفراد هنا برضو بيتأثر الشخص بزوجته الجديدة أو بأولاده اللي أنجبهم، وأكيد مع متغيرات الدنيا أكيد الناس دي هي بقى بتأثر عليا، بس هنا التأثير بيبقى من تحت لفوق عكس الحالة الأولانية. أدوار بعض الأفراد في اتخاذ القرار الشرائي داخل الأسرة، هنلاقي فيه عندنا أربع أو خمس أنواع من الأشخاص ممكن يأثروا على قرار الشراء. أول شخص عندي هو شخص بنسميه المبادئ، والمبادئ هو اللي بيطرح فكرة الاحتياج للسلعة أو الخدمة، ويمكن أنا أشهر مثال بقوله للحاجة دي هي فكرة، يمكن كلكم تفتكروا فيلم الحفيد، وده فيلم كان فيه مواقف إنسانية واجتماعية كتير، كان في لحظة كده أو فقرة في الفيلم إن هم عايزين يشتروا تلفزيون، كان ساعتها في فترة الستينات لسه التلفزيونات نازلة، وبالتالي كان يعتبر سلعة جديدة، وأول واحد من الأبناء الكبار طرح فكرة إحنا ليه ما نشتريش تلفزيون، وإحنا ليه أقل من الجيران اللي حوالينا، فده كان المبادئ هو اللي بيطرح الفكرة. الشخص اللي بعد كده وهو المؤثر، والمؤثر هو اللي ممكن يقول رأيه ونصايحه لاتخاذ قرار الشراء، ولو خدنا نفس المثال بتاع فيلم الحفيد هنلاقي ان كان المؤثر هنا هو الزوجة او الام اللي هي سهلت عملية الشراء وقالت للاب انا عاملة جمعية، وبالتالي اقدر من خلال الجمعية دي نقدر ندفع المقدم والعملية هتبقى سهلة، وبالتالي بدأت تحاول تأثر في عملية اتخاذ قرار الشراء. الشخص اللي بعد كده او
تالت عندنا في عمليه اتخاذ القرار وهو المقرر، وهو الذي يملك سلطه اتخاذ القرار. بنفس المثال ده كان الاب هنا هو اللي يقدر يقول نشتري او ما نشتريش، يبقى بالتالي هو اللي بيملك سلطه اتخاذ القرار، وبالتالي يقدر يقول خلاص هنشتري او مش هنشتري. اما بقى المشتري فهو اللي بيقوم بعمليه الشراء، يعني ممكن ما يكونش ولا واحد من الثلاثه اللي قبليه، ولا المقرر ولا المؤثر ولا المبادئ، ولكن هو هيروح يشتري السلعه، بيدفع الفلوس وياخد السلعه عن طريق الشراء. ممكن كل الادوار دي يمثلها شخص واحد، وممكن يبقوا شخصين او ثلاثه، لكن عاده كل دور من دول ممكن يقوم بيه حد مختلف، حتى لو احنا ادينا اكتر من مثال. اما الشخص الاخير وهو المستخدم، وهو اللي بتكون السلعه في النهايه هنا هو اللي بيستخدمها وبيستفيد منها او بيستخدمها، يعني لو قلنا التلفزيون هنا ممكن يستفيد منه كل افراد الاسره، يبقى هم كلهم هنا المستخدم. لو انا بجيب مثلا لابتوب مثلا او حاجه تانية اللي هيستخدمها حد معين من ابناء الاسره، يبقى هنا المستخدم هو فقط اللي بيستفيد من هذه السلعه او بيتعامل معاها، على حسب طبعا السلعه وعلى حسب اشتريناها لمين الى اخره. بالتالي يجب على السوق ان هو بيحدد لي، اللي يجب على المسوق انه يحدد الدور اللي يمكن ان يلعبه كل فرد في الاسره لتحديد وتوجيه الرساله الاعلانيه. خلي بالك ان في كتير قوي من الادوار تختلف حسب نوع السلع، يعني كتير قوي من الادوار الزوجه هي تبقى الاكثر تاثيرا وممكن هي اللي بتشتري كمان السلع، في حاجات بيأثر فيها الأطفال أكتر أو الأولاد المراهقين، في حاجات بيأثر فيها كل أفراد الأسرة مع بعض، في حاجات بيكون تأثير الأكبر للزوج في شراء كثير من السلع. فمثلا هنلاقي إن الزوجة هي الأكثر تأثيرا، طبعا ده طبقا لأبحاث ودراسات، احنا مش بنقول الكلام ده كده بالويم يعني، لكن احنا بنقول إن الزوجة هي الأكثر تأثيرا دايما في شراء السلع الاستهلاكية وسلع السوبر ماركت، على اعتبار إن هي عارفة احتياجات البيت إيه وعايزة إيه، اللي خلص عندها إيه اللي هتحتاج تشتريه أكتر، وبالتالي هي دايما اللي بتقوم بدور الشراء هنا والمؤثر في هذا الجانب. أما الأطفال فلقوهم إنهم مؤثرين جدا في بعض السلع، وخاصة بعض سلع الطعام زي ما قلنا قبل كده الكاتشب، وزي ما قلنا قبل كده بعض انواع الحلوى اللي الحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركت ولعب الاطفال، هم دايما اللي بيأثروا بيحاولوا يبقوا مؤثر في هذه السلع، صحيح مش هم اللي بياخدوا قرار الشراء، لكن هم بيبقوا مؤثرين جدا في عمليه توجيه الاباء والابناء والامهات في شراء مثل هذه السلع. المراهقين برضو لقوا انهم ليهم دور كبير قوي في شراء كثير من السلع، وخاصة السلع الالكترونية زي اللابتوب زي الموبايل زي حاجات كتيرة من السلع الالكترونية، لانهم الاكثر اطلاعا على الحاجات الحديثة شوية، بالاضافة انهم كانوا الاكثر تأثيرا في شراء الوجبات السريعة، انهم دايما يقولوا طب ما ناكل النهاردة حاجة من برة، نجيب ديليفري، نعمل كذا، فكانوا الاطفال مش الاولاد بس بسن المراهقة هم الاكثر تأثيرا في مثل هذه السلع. ناخد العنصر الثاني من العوامل المؤثرة علينا في عملية السلوك الشرائي، وهي العوامل الداخلية. زي ما قلنا العوامل الداخلية، العوامل الداخلية دي جاية من جوه الإنسان، يعني بتعتمد على شخصيتي، على أنا طريقتي، دوافعي، طموحاتي إيه، وبالتالي هناخد هذه العوامل الداخلية اللي هي من داخل الإنسان اللي ممكن الشراء. مجموعة العوامل الداخلية اللي احنا هناخدها مع بعض بتشمل خمس عوامل، هما الحاجات والدوافع، الإدراك، التعلم، الاتجاهات، والشخصية. تعالوا نشوف عنصر معناه ايه. أول عنصر عندنا وهو الحاجات والدوافع، تعالوا نشوف يعني ايه الحاجة ويعني ايه الدافع. الحاجة دايما هي إحساس بالنقص ويؤدي إلى توتر وضيق مما يستدعي الرغبة في إشباع الحاجة، يعني أنا جعان فحاسس بالجوع ومش قادر وتعبان فعايز أشتري حاجة أكلها، أنا حاسس إن الهدوم اللي عندي وحشة ومفيش حاجة بقت جديدة عندي فبعمل لي نوع من التوتر ولالة فأنا عايز أشتري لبس، أنا حاسس إني مصدع وتعبان وبعد المحاضرة فعايز أشرب فنجان قهوة. يبقى الحاجة دي عبارة عن إحساس بالنقص والتوتر، لكن لو أنا لسه واكل مش هدور على أكل أشتريه، لو أنا لسه شارب القهوة مش هدور على حاجة تانية تلبي إحساسي بده، وهكذا. أما الدافع
فهو حالة داخلية بتوجه الشخص نحو إشباع الحاجة. يعني إيه اللي بيخليك تحرك نفسك علشان تسلك سلوك معين؟ هو ده الدافع. يعني أنا بحب أشرب القهوة عشان أنا اتعودت على شرب القهوة، فبالتالي اللي بيحركني إن أنا عشان أشيل الصداع أشرب قهوة مش أشرب حاجة تانية، وهكذا. فالدافع بيخليك تشبع الحاجة حسب كمان رغبتك إشباع الحاجة يكون. وبالتالي هنلاقي الدوافع عندنا مبنية على نوعين من الدوافع. في دوافع فطرية، والدوافع الفطرية مبنية على الحاجات الفسيولوجية. يعني أنا عطشان عايز أشرب، أنا جعان عايز أكل، أنا مش لاقي هوا فعايز أتنفس. يبقى دي حاجات فسيولوجية، كلنا ما نقدرش نعيش من غير أكل ولا شرب ولا نفس، وبالتالي الحاجات دي عادة بتبقى حاجات جسمانية لازم الإنسان يعملها. أما في دوافع أخرى وهي الدوافع المكتسبة، دي ما بتبقاش مرتبطة بالحاجات الفسيولوجية والرغبة في أني أستمر في الحياة، دي نتيجة تفاعل الفرد مع بيئته. فأنا بقى عندي دافع أن أنا أبقى شخصية محترمة أو شاطر أو أطلع الأول، فهنا الدوافع ده لأني اتعلمت من وأنا صغير أن الإنسان المتفوق يبقى كويس ويبقى له في النهاية مكانة كويسة عند الناس، وبالتالي أنا ببقى عندي دافع أن أنا أبقى متفوق، عندي دافع أن أنا أنجح وأبقى كويس. ممكن واحد تاني عايز طموحه يخليه يظهر بمظهر معين، وبالتالي يبقى دوافعه اللي بتحركه أنه عايز يبقى في مستوى اجتماعي أفضل، وعايز يبقى عايش في مكانة أحسن، وعايز ده يخليه يشتري بطريقة معينة، عايز يظهر قدام الناس بمستوى معين وبطريقة معينة. يبقى دي دوافع ممكن تكتسب من خلال التعلم، ودي دوافع بتختلف طبعا على حسب كل فرد ومستوى طموحه ومستوى ثقافته ورغباته الحسب اللي اكتسبها من حياته بشكل أو بآخر. طبعا لو حبينا نرتب الحاجات الأساسية طبقا للترتيب اللي عملها لنا ماسلو، طبعا عارفين ان هو من أشهر الناس اللي حطوا مدرج اسمه مدرج ماسلو للحاجات، قالك ان الحاجات الإنسانية بتترتب من تحت لفوق بهذه الطريقة. الحاجات الفسيولوجية، ودي 100% من الناس عايزينها، محدش يقدر يعيش ولا يستمر من غير ما ياكل أو يشرب أو يتنفس، وبالتالي الحاجات الفسيولوجية يحتاجها 100% من البشر. لو ضمننا كلنا حاجاتنا الفسيولوجية، بندور على الخطوة اللي بعد كده أو السلم اللي بعد كده، وهي الحاجة للأمان. الحاجة للأمان عادة بتبقى احتياجي لإني أعيش في مكان آمن. يعني من زمان الناس فكرت في الكهوف وإنها تعيش جوه كهف عشان تحتمي من الحيوانات اللي هي المتوحشة، وبعد كده بدأت تبني البيوت وبدأت تسكن حوالين الأنهار عشان تضمن تلاقي المية وتضمن تلاقي السكن وتضمن تلاقي وجود ناس جنبها، وبالتالي الحاجة للأمان كانت تمثل البيت أو المكان المسكن بتاع الناس. بالإضافة بقى دلوقتي مع التطور الدنيا بقت الحاجة للأمان إن أنا لاقي دخل يضمن لي على الأقل الحد الأدنى من المعيشة، فبتلاقي 80% من الناس عايزين الحاجة للأمان. ممكن 20% ما يدوروش، يعني يعيشوا تحت الكوبري، يعيشوا في أي مكان يلاقوا أي حد يأكلهم، وبدول اللي هم الفرق ما بين الحاجات الفسيولوجية فقط والحاجة للأمان. بعد كده هنلاقي الحاجات الاجتماعية، والحاجات الاجتماعية اللي هي حاجة لتكوين الأصدقاء والأصحاب وتكوين الأسرة والعيلة، والحاجة للانتماء والحب. والحاجات الاجتماعية تقريبا حاجة و60% من الناس بيبقى عندهم حاجات اجتماعية، انه عايز يبقى له أصحاب، يبقى له ناس يعرفه، يبقى له أصدقاء، يبقى له أسرة، يكون أسرة، يتجوز، يبقى عنده أولاد. دي اسمها كلها حاجات اجتماعية. أما النوع الثالث اللي رابع بعد كده من الحاجات، وهو الحاجة للتقدير. والحاجة للتقدير معناها إن أنا أحس إن أنا ليا هدف في الحياة، إن أنا مش عايش فقط علشان آكل وأشرب وأنام وبس، لا، أنا بعمل حاجة كويسة، الناس لما بعمل شغلي كويس بيقولوا لي كتر خيرك، أروح أشترك في جمعية خيرية عشان أساعد الآخرين، أعمل حاجة كده عشان الناس تحس بيا وتحس إن أنا مؤثر وإن أنا بتقدر لي الأعمال اللي بعملها دي، سواء كان في شغلي، سواء كان في مذاكرتي، الدكتور يقول لي برافو عليك انت شاطر، انت وصلت لدرجة كويسة، جبت تقدير حلو، بابايا ومامتي يقولوا لي برافو عليك، وهكذا. ده احساس بالتقدير. اما اخر نوع من الحاجات، وهو الحاجة لتحقيق الذات، ودي بتمثل من 5-10% من الناس تقريبا بس اللي عندهم هذه الحاجة، اللي هو بيبقى عنده هدف محدد عايز يوصل له باي طريقة. عايز اطلع الاول على الجمهورية الثانوية العامة مثلا، انا عندي هنا هدف وعايز احققه. انا عايز اطلع ابقى رئيس مجلس ادارة الشركة،
انا عايز ابقى مثلا وزير في الوظيفة بتاعتي، اصل لدرجة الوزير، وهكذا. هنا ناس عندهم رغبة في الوصول الى حاجة معينة، عايز ابقى بطل العالم في السكواش، او عايز ابقى بطل العالم في لعبة معينة من الالعاب. كل دي حاجة لتحقيق الذات، ودي بيبقى نسبة قليلة من الناس اللي عندهم ده وبيبقى عندهم الهدف ده ويعملوا ليه طول وقتهم لحد ما يحققوا الهدف. زي ما قلنا هنقول باختصار كده، الحاجات الفسيولوجية بتشمل الطعام والشراب، وفي ناس بتحط الملبس والمسكن. طبعا يعني لو حطيناها في كلمة حاجات أساسية، إن الفسيولوجية بتشمل الطعام والشراب والنفس، لكن برضو ممكن نضيف إليها الملبس. الحاجة إلى الأمان، وهي الحاجة إلى حماية النفس من الأخطار وتأمين المستقبل، ودي ممكن نمثلها في بعض المشتريات الخاصة بأن واحد بيأمن على نفسه، بيأمن على عربيته، بيأمن على الأماكن اللي بيبقى يملكها. كل دي حاجات تمثل لنا الحماية، أو يملك دفتر توفير عشان تمثله الحماية عند الحاجة لو ما معهوش فلوس أو حاجة. الاجتماعية، وهي زي ما قلنا الحاجة إلى الحب والانتماء والصداقات والقبول الاجتماعي من الآخرين، ودي بتخلينا نشتري شقة عشان نتجوز، نشترك في نادي، كل دي حاجات اجتماعية. الحاجة إلى التقدير، وهو الشعور بالتقدير والاحترام من الآخرين والوصول إلى مكانة مرموقة. زي ما قلنا الناس تقول لي برافو عليك، أنا أنت شاطر، أنت جبت درجات حلوة، أنت عملت عمل جميل، أنت ساعدت ناس في الخير، كل دي حاجات تؤدي إلى الإحساس بالتقدير. الحاجة إلى تحقيق الذات، وهي حاجات الفرد اللي له آمال وطموح معينة في الوصول إلى أحلامه وطموحاته بالشكل اللي هو. الحاجات الفسيولوجية والحاجات الأمان عادة ما تسيطر على المجتمعات البدائية اللي هي لسه في بداية تطورها، أما الحاجات الأخرى من أول الحاجات الاجتماعية فيما فوق، الحاجة للتقدير والحاجة لإثبات الذات، فتبقى موجودة أكتر في المجتمعات الأكثر تحضرا والأكثر. العنصر اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عليه من العناصر الداخلية، وهو الإدراك. والإدراك هو عملية بيتم بمقتضاها اختيار وتنظيم وتفسير المنبهات اللي بيتعرض ليها الفرد لتكوين صورة ذات معنى عن العالم من حوله. يعني أنت تدرك ما يدخل إلى عقلك وتفسره بطريقتك، فأنت هو ده إدراكك. إدراكك أنت شفت إيه، تعرضت للكلام، تعرضت للنظر لحاجة شفتها بعينيك، حاجة سمعتها، حاجة لمستها، حاجة شمتها، كل دي طبعا اللي هي زي ما قلنا الحواس الخمس بتدخل لك الحاجة اللي أنت بتدركها، ولكن في النهاية أنت بتفسرها من خلال عقلك وتفكيرك وطريقة حكمك على الأمور. الإدراك عادة بيتكون من جزئين، جزء موضوعي زي ما قلنا، التعرض الفرد لكثير من المثيرات يؤدي إلى أنه يعرف بالإحساس بالأشياء. زي ما قلنا لو أنا بشوف الحاجة، لو أنا ما بشوفش مش هقدر أميز ما بين الألوان الأخضر والأحمر والأصفر، لو أنا ما عنديش حاسة الشم مش هقدر أميز ما بين الروائح المختلفة، لو أنا ما عنديش حاسة اللمس مش هقدر أميز ما بين الخشن والناعم والملمس الحريري والملمس الخشن إلى آخره، برضو لو أنا ما عنديش حاسة السمع مش هقدر أميز الأصوات المختلفة للحاجات. أما الجزء الآخر الانتقائي من الإدراك، وده الجزء اللي هو بيقولك أنت ما تقدرش تدرك كل حاجة في نفس الوقت. يعني لو أنت بتبص على إعلان ممكن تكون شفت جزء وجزء تاني ما شفتوش، نتيجة أنك أدركت الجزء ده اللي بصيت عليه وعينك جات عليه، وفي جزء ما بصيتش عليه فما أدركتوش. ممكن وانت قاعد في المحاضرة سمعت جزء وجزء تاني لا، الجزء اللي سمعته أدركت المعنى بتاعه، والجزء اللي ما سمعتوش لم تدركه. وبالتالي عادة الناس بيدرك الحاجات الأكثر تأثيرا، واللي عادة بتبقى ليها طرق تأثير كتيرة. فمثلا الناس اللي بتستخدم الإعلانات يقولك دايما الحاجة الأعلى صوتا أكثر تأثيرا، الحاجة الأكبر حجما أكثر تأثيرا، وبعض الألوان ممكن يبقى ليها تأثير أكتر من ألوان تانية وهكذا. وهم بيستخدموا ده في الإعلانات عشان يلفتوا نظرك لحاجات معينة عشان تدركها عن السلعة في الإعلان. طبعا مع وجود هذه الطريقة الانتقائية في الإدراك، هنلاقي أن دي خاصيتين مهمين جدا للإدراك بيعملهم الإنسان من غير ما يحس. أول حاجة التحوير الانتقائي، وكلمة التحوير هنا يعني تعديل المعلومات المدركة طبقا لرغبتي.
يعني لو انا شايف ان الشركة دي مش عجباني، رغم ان الاعلان بيقول ان انها شركة كويسة وهتقدم سلعة كويسة، اقول لا لا دول كدابين، لا لا دول بيقولوا حاجة كده اي كلام، مش بيقولوا الحقيقة. يبقى انا هنا بحور، يعني بغير المعلومة اللي قدامي طبقا لقناعاتي انا وطبقا لمعلوماتي السابقة. والحاجة التانية المرتبطة بعملية الإدراك برضو الانتقائي، وهي التذكر الانتقائي، إن إحنا مش كل حاجة هنفتكرها. عادة الفرد يفتكر أو يتذكر ما يرغب أن يتذكره، في حاجات كتيرة الإنسان ممكن ينساها أو ما يحاولش يفتكرها، إما لأنها تمثل ذاكرة سيئة، حاجة وحشة متضايقة مش عايز يفتكرها، أو إنها للنسيان العادي، إن دايما عشان كده الإعلانات دايما تتكرر، لأن دايما الفرد بعد فترة ممكن ينسى المعلومة اللي شافها من فترة، وبالتالي دي اسمها التذكر الانتقائي، يعني مش كل حاجة بنفتكرها. وبالتالي ممكن الشخص يدرك رسالة المسوق، ولكنه في النهاية قد يفسرها بشكل خاطئ أو بشكل مختلف طبقا لقناعاته وطبقا لطريقة تفسيره وطبقا للجزء اللي وصله من المعلومة الخاصة بالتذكر. العنصر اللي بعد كده من العناصر الداخلية برضو اللي احنا عايزين نقولها، وهو التعلم. والتعلم هو سلوك مكتسب يكتسبه الفرد وتعطيه خبرات ومعارف حول السلع والخدمات المختلفة. وعادة التعلم بيأتي من التجربة وسماع للآخرين والقناعات المختلفة، وبالتالي كل ما يحصل للفرد على معلومات ويكتسبها سواء من خبرات وقدرات واتجاهات ومهارات، هو ده الحاجة اللي اتعلمها. وبالتالي هو اتعلم ان الحاجة الحلوة مثلا تبقى جميلة، او ان الحاجة الحلوة دي مضرة، على حسب ما اتعلم. في ناس تحب الحلويات جدا حسب ان هو لقى ان الحاجة الحلوة دي لذيذة وحلوة، وفي ناس يقولك الحاجة الحلوة دي كترها مضر وممكن تؤدي الى نتائج وحشة وتصيب بامراض. وبالتالي على حسب كل واحد اتعلم ازاي وبعد كده قناعاته. برضو التعلم ساعات بنعرفه على انه التغير المستمر في سلوك الفرد نتيجة اكتساب وخبرات ومعارف جديدة، أكيد، لأن كلنا مش زي معرفتنا زي وإحنا أطفال، زي ما نكبر شوية زي ما كبرنا خالص، كل يوم بنكتسب خبرات جديدة، كل يوم بنكتسب معارف جديدة، وبالتالي ممكن معرفتي حوالين حاجة تكون إيجابية في وقت معين، وبالتالي ده يخليني اشتريها باستمرار وبتكرار عملية شراء. والعكس صحيح، لو معرفتي وخبرتي عن سلعة معينة انها طلعت سلبية، ما عجبتنيش، ما رقتش ليا، فده ممكن يخليني ان انا ما اشتريهاش تاني مرة اخرى، وده بيجي من خلال التعلم والرغبة في معرفة المعلومات عن اي منتج او اي سلعة. العنصر اللي بعد كده وهو عنصر الاتجاهات. والاتجاه هو حالة الفرد تجاه حاجة معينة اللي بتخليه إما إنه بيحبها أو بيكرهها، سواء لموضوع معين أو شيء معين حسب رغبته. زي ما قلت من شوية، قلنا في ناس ممكن تحب الحاجة الحلوة وفي ناس ما تحبهاش أو تكره، في ناس تحب الحاجات الحراقة مثلا وفي ناس ما تحبهاش، في ناس تحب الألوان معينة في ناس ما تحبش الألوان دي. يبقى هنا عادة الاتجاه مؤشر للسلوك، لأنه بيحدد لي أنا هتجه لناحية الحاجة دي ولا لأ. وعلشان كده دايما نعمل للناس حاجات مختلفة تبقى مختلف. دايما نلاقي الاتجاه متكون من ثلاث مكونات أساسية. المكون المعرفي، وده بيجي من خلال الإدراك والتقييم للأشياء ومن المعلومات اللي بتوصلني. فبالتالي أنا شفت معلومات عن عربية معينة وقريت عنها، سمعت عنها في الإعلان، ادتني معرفة معينة، قلت العربية دي ممكن تبقى كويسة، ممكن تبقى فيها الخصائص اللي أنا عايزها. يبقى هنا ده بنسميه اتجاه جه من المعرفة. وفي اتجاه بيجي من المشاعر والانفعالات. الاتجاه الانفعالي ده بيجي نتيجة المشاعر والأحاسيس سواء السلبية أو الإيجابية ناحية شيء معين. يعني أنا بحب اللون ده أو ما بحبوش، بحب الريحة دي أو ما بحبش الريحة دي. وبالتالي ده تلاقي البارفانات ممكن الناس تحب روائح معينة، في ناس تحب روائح أخرى، في ناس مثلا تحب ألوان في اللبس وناس تانية تحب ألوان تانية في اللبس، وهكذا. فده أحاسيس ومشاعر. برضو طعم الأكل والأطعم المختلفة، زي ما قلنا في ناس تحب الحاجات الحادقة في ناس ما تحبهاش إلى آخره. أما آخر عنصر وهو العنصر النزوحي،
معلش هو مكتوب، يمكن الكلمة مكتوبة غلط، النزوحي يعني السلوكي، وهو ميل المستهلك لاتباع تصرف أو سلوك معين تجاه الشيء. يعني أنا مثلا بحب فريق معين لكرة القدم بشجعه، وبالتالي تلاقي اتجاهي السلوكي إن أنا بروح كل ماتش وأحضر الماتشات بتاعته عشان أبين حبي لهذا الفريق، وبالتالي سلوكي هنا إن أنا بروح أحضر المسابقة بتاعه أو العرض بتاعه. ممكن يكون حبي للون معين يخليني دايما بشتري هذا اللون في الملابس، في الأساسات، في الحاجات اللي أنا بجيبها. يبقى هو اتجاه السلوكي هيبقى مرتبط بأنا بحب إيه وبحبه إزاي. آخر عنصر من عناصر الداخلية عندنا وهو عنصر الشخصية، والشخصية هي مجموعة الخصائص المميزة للفرد واللي بتؤدي إلى استجابات معينة تتسق نسبيا وتبقى ثابتة مع المثيرات البيئية من حوله. في شخصيات تختلف، وبناء على كل شخصية ممكن أنا بشتري أو بتجه ناحية حاجات. فمثلا ممكن نوصف الشخصية بسمات كتير. في الشخصية دايما اللي عندها ثقة بالنفس، والشخصية اللي عندها ثقة بالنفس دايما ما بتحبش قوي حد يأثر على قرارها الشرائي، هي بتبقى عارفة هي عايز تشتري ايه وتشتري ازاي، وعادة بيبقى صعب بالتأثير عليها لانه هو شخص واثق في نفسه، محدد احتياجاته، عارف هيشتري ايه. بينما في بعض الشخصيات اللي بتبقى متحفظة شوية أو الغير واثقة بنفسها في بعض الأحيان، دول ممكن يبقوا أشخاص بيبقى بيشتري، بيبقى دايما عايز حد يساعده في اتخاذ القرار، حد يقوله يشتري ازاي. في كمان الشخصية المتحفظة قوي، المتحفظة قوي اللي هي بنسميها شخصية بتشتري بنوع من الحاجات، اللي معتاد يشتري يلبس بشكل معين، ما بيحاولش يجرب حاجة جديدة، ما بيحاولش دايما يشوف أماكن مختلفة، هو بيحب يشتري دايما بطريقة معينة ويسلك بشكل معين. عكس الشخصية اللي هي بنسميها الشخصية الغير متحفظة، أو اللي هي بتحب قوي تجرب كل حاجة جديدة وتمشي بمزاجها وما بيهمهاش قوي رأي الناس، دي شخصية ودي شخصية. في كمان الشخصية المرحة، والشخصية المرحة اللي هي بتحب دايما تنطلق وبتحب الانطلاق، عادة بتدور على السلع الاجتماعية اللي هي فيها علاقة مع الآخرين، بتلعب ألعاب جماعية، تروح أماكن فيها حفلات، فيها نوع من المرح من المسابقات، ما بتحبش ابدا انها تقعد في اماكن هاديه او بعيده عن الناس. في كمان من الشخصيات اللي برضو ممكن تاثر في عمليات الشراء الشخصيه الطموحه. الشخصيه الطموحه دايما بتحب تحسن مستواها، تشتري سلع جديده عشان تنتمي لطبقات اعلى واحده واحده. يعني لو هو في شاكن في شقه اصغر يدور على حاجه اكبر، على مكان احسن، على برضو لو معاه عربيه صغيره ممكن يجيب عربيه احسن ويجيب عربيه اغلى وهكذا. فالشخص الطموح دايما يبص للاعلى او للنقطه الاعلى من اللي هو فيها علشان يحقق طموحه ويحقق رغباته بالكامل. أما من حيث الاندفاع ممكن في الشخصية المندفعة والشخصية المتروية. المندفع ده عادة بيشتري بسرعة، والشخص المندفع ممكن ياخد قرار شرائه في ثانية نتيجة انه بسرعة بسرعة كل حاجة عنده من غير ما يفكر كتير، فيبدأ يشتري بشكل متسرع في بعض الأحيان. أما الشخصية المتروية فهي الشخصية اللي بتسأل على كل التفاصيل وما تشتريش بسرعة، عادة بتسأل باستمرار على كل حاجة علشان قبل ما تشتري تبقى عارفة ازاي. في كمان من ضمن الحاجات اللي تأثر علينا في عملية قرار الشراء بالنسبة للشخصية مفهوم الذات، واللي هو كان من المفاهيم اللي بتحلل الشخصية وبتديني أربع حالات للشخصية. النفس الحقيقية وهي الشخص نفسه زي ما هو بجد، حسب ما هو الحقيقة بتاعته ايه هي، يعني هو بخيل، هو كريم، هو مندفع، هو متروي، ايا كان، دي النفس الحقيقية. لكن في كمان شخصية ممكن اقول فكرة الشخص عن نفسه، يعني ممكن الشخص يبقى بخيل او الناس شايفه بخيل بس هو شايف نفسه انه مش بخيل. ممكن واحد شايف نفسه اشطر واحد في الدنيا رغم انه هو قليل الذكاء، لكن فكرة الشخص عن نفسه هو شايف نفسه هو ازاي، ودي برضو بتأثر على طريقة شراء. كمان في فكرة الآخرين عنه، هو شايف نفسه دي حاجة تانية، لما الناس شايفاه ايه، ممكن الناس تكون شايفاه صح وممكن تكون الناس شايفاه غلط برضه، يعني ممكن الناس شايفاه كويس، شايفاه سيء السمعة وهو ممكن يكون كويس، ممكن الناس تكون شايفاه شخص مندفع بس هو مش كده. يعني فكرة الآخرين عنه قد تمثل شيء آخر عن الشخصية الحقيقية.
أما النفس المثلى بقى فهي النفس اللي بيتمناها دايما الناس، ودي دايما ما تستخدم في الإعلانات. يعني كلنا نفسنا نبقى هذا الشخص، نعيش في هذا المكان، نتعامل بهذه الطريقة، نتكلم بهذه الطريقة. فدول دايما تلاقيهم مثلا في الدراما المثالية أو في الإعلانات المثالية. فده الشخص اللي بيطمح فيه الأفراد للوصول إلى هذه الشخصية، وهذه من أكثر الحالات اللي بتستخدم في الإعلانات، لأن دايما دي الشخصية اللي بيحلم بيها كل الناس، إن هم يبقوا شبه هذه الشخصية. آخر عنصر عندنا هنتكلم فيه، ويمكن احنا جبنا فكرة عنه شوية في الأول، وهو خطوات عملية اتخاذ القرار الشرائي، اللي بتشمل حوالي 5 خطوات اتخاذ القرار الشرائي. أول خطوة عندنا هي الشعور بالحاجة، ثم تيجي الخطوة اللي بعدها اللي هي البحث عن المعلومات، ثم عملية تقييم البدائل المتاحة قدامنا، ثم اتخاذ القرار الشرائي، ودي مش آخر خطوة، ولأن في خطوة بعدها تمثل سلوك ما بعد الشراء. خطوة مقصود بيهم إيه؟ أول خطوة عندنا الشعور بالحاجة، وهي بتؤدي إلى إحساس المستهلك بالتوتر نتيجة وجود حاجة غير مشبعة. ده اللي بيخليه يدفعه إلى تحريكه نحو سلوك معين. يعني أنا جعان عايز أكل، فهشتري سندويتش همبرجر، ولا هشتري سندويتش فول، ولا هشتري أكل وأكله في البيت. المهم في النهاية أن أنا هعمل سلوك معين هيدفعني نحو شراء منتج معين لإشباع الحاجة بتاعتي. اتخاذ القرار الشرائي هي خطوة البحث عن المعلومات، والبحث هنا عن المعلومات يعني انا مش بشتري كده على طول. يعني طبعا ممكن تاخد هذه الخطوة دقائق معدودة، وممكن تاخد الخطوة دي ايام واسابيع. يعني في ناس تشتري مثلا الاكل، ممكن اروح عند بس محل السوبر ماركت افكر اختار ايه وابدأ ادور واشتري في دقائق او في وقت قليل. وممكن لو انا عايز اشتري عربية، ممكن انزل يوم واثنين وثلاثة ادور واجمع معلومات عن العربيات المتاحة، وانا هقدر ادفع فلوس قد ايه، وايه الحاجات اللي انا عايزها، لحد ما اقرر ان انا اشتري عربية. عملية البحث عن المعلومات ممكن تاخد من فترة قليلة الحاجة اللي انا عايز اشتري. طبعا البحث عن المعلومات ممكن يبقى من البحث داخلي، يعني من المعلومات اللي موجودة عندي قبل كده. السلعة دي انا جبتها قبل كده كويسة، الحاجة دي انا اشتريتها وبحبها، وهكذا. يبقى ده معلومات من الداخل. ممكن من المصادر الخارجية ان انا ابدأ اسأل بعض الناس زي اصحابي، زي الاسرة، اشوف الاعلانات اللي ظاهرة لمنتجات معينة لو انا بفكر في شراء سلعة معينة بعينها، وممكن ده يبقى له تأثير عليا بالايجاب او بالسلب. وفي النهاية المعلومات الداخلية والمعلومات الخارجية مع بعض هما اللي هيأثروا عليا في اختياري للمنتجات اللي انا هشتريها. تيجي الخطوة اللي بعد كده، وهي عملية تقييم البدائل، ان انا هبدأ اشوف المعلومات اللي انا جمعتها دي، وابدأ اقيم ايه البدائل المتاحة قدامي. طبعا حسب المنتجات اللي انا بشتريها، زي ما قلنا في منتجات سهلة في الشراء ورخيصة، وفي منتجات اغلى شوية ومحتاج انا منافع معينة، محتاج مثلا احط لنفسي بعض المعايير عشان اشتري ازاي، السعر مثلا، الجودة، الاسم التجاري بتاعها، شكلها، الوانها، مقاساتها، بتاخد مكان قد ايه. ممكن كل حاجة بحط لها بعض المعايير اللي بناء عليه هقيم البدائل المتاحة قدامي، وهشوف افضل بديل من وجهة نظري. هتيجي الخطوة اللي بعد كده اللي هي خطوة اتخاذ القرار الشرائي، طبقا للمعايير اللي انا حطيتها لنفسي واللي انا قيمت بيها البدائل المتاحة، هختار افضل بديل من وجهة نظري، وابدأ اقول انا هشتري العربية دي، او هشتري الوجبة دي، او هشتري الملابس دي، طبقا لانا فضلت ايه على ايه. وبعد كده طبعا مش دي اخر خطوة في خطوات القرار.